الحمد لله رب العالمين، هي انتهوا الشغل وكان الشغل كويس ممتاز، يعني المشروع ممتاز. لا والله فترة العمل ما كانت مناسبة، يعني بقى تقطع العمل، يعني المهم انه هي بالنسبة انه قطعة رزق الحمد لله رب العالمين، لانه الزبون ما بيعرف يجي لا يوقف سيارته ولا بيعرف يجي يقطع الشارع، لانه الحفريات والوسخ والخم والغبر اللي كانت ذبحتنا ذبح. الحمد لله هسه لحديت الان يعني ممتازة، يعني بس بدنا يعني بعد هالتجفيف ان شاء الله المطر تيجي تجرف هل الشارع ما يظل فيه ولا حبه غبره، لانه كل محلاتنا غبره والله. الوضع اول قبل ما يزفتوا الشارع كان سيء جدا من الغبره والوسخ، ولا كان على الاهالي وعلى الشارع وعلى المحلات وعلى كل شيء سيء. اما هسه ان شاء الله مشيت الا بعد تزفيف الشارع بيصير كل شيء طبيعي. حقيقة ظروف كثير كثير صعبة علينا، وإحنا كأصحاب محلات عانينا لمدة حوالي أسبوعين أو أكثر، وكانت مسألة صدقا صعب تحملها، يعني كثير كانت الغباية بتفوت عندنا على المحلات ويوم يوم تنظيف مش ملحقين. هلا بداية كونهم بلشوا يزفتوا صدقا صارت راحة نفسية، قاعدين بنتبع لحظة بلحظة وبنتبع معهم كنا بنشتغل معهم. إن شاء الله إنه خير، يعني مع هالمطر اللي جاي إن شاء الله بترجع طبيعي، والله في ارتياح حاليا، في ارتياح. طبعا الشارع لما يكون بتصفيته يعني بيكون أفضل حركة السير في البلد، بيساعد على تخفيف أزمة البلد بالنسبة للسيارات. هذا الشارع تقريبا أصبح شارع رئيسي في البلد يعني، وإن شاء الله ربنا بتمم على خير. طبعا زي ما انتم شايفين قبل كانت في حفريات، ما كان في حركة سير وكان في اكتظاظ في البلد بالنسبة للسيارات. الآن إن شاء الله بعد التزفيت راح يخف معاناة المواطنين بالنسبة للسير في البلد، وراح يكون حركة سير أفضل في البلد إن شاء الله. إن شاء الله إنه أحسن هسه، بس هم يتأخروا فينا علينا في المشكلة في تزبيطه يعني، وما أخذ وقت كثير. أما إن شاء الله إنه أحسن هسه، وإن شاء الله إنه المجاري ما بتفيض علينا، كل سنة بكت عملنا مشكلة هنا والريحة ومشكلة. أما إن شاء الله إنه أحسن هاي شغلهم، وإن شاء الله خير.